جاوبني على هذا السؤال على السريع على السريع بدون ما تروح الجوجل. انت تقول انه ولي دمه هو ابن عمه، اعطيني نسب عثمان بن عفان نسب معاويه، لمن يلتقيان؟ يلا بسرعه، لمن يلتقيان؟ اعطيني النسب مالهم بسرعه. عثمان بن من؟ من من؟ اجب اجب. من بني اميه. هذا من اجب اعطيني النسب، كيف يلتقون باميه؟ عثمان بن عفان بن من؟ من من؟ اقول لك معاويه. عثمان بن عفان بن من؟ معاويه. ها ابن ابي سفيان. ايه نسبه كامل. يلا ايه معاويه بن ابي سفيان بن من؟ يلا بن من؟ لا تروح الجوجل. بالالف للياء. والله العظيم ذهبت الى جوجل. انا ما سالتك عن عثمان، سالتك عن معاويه. ما سالتك عن معاويه، سالتك عن عثمان. عثمان بن عفان بن من؟ الى اميه بسرعه. يا عمي ما تسمع انت ايه بسرعه. واحنا في حرب يا حبيبي. ايه بسرعه جاوب. وصلت الجوجل انا. وصلت الجوجل. وصلت. يلا جاوب. انت عايز الاجابه ولا عايز سرعه الاجابه؟ هو احنا اجب 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 الان. عثمان بن عفان اجب. بمن يلتقي؟ بمن يلتقون؟ عثمان بن عفان. اي لا لا الا الله. اسمع النسب. اسمع النسب. اسمع النسب. اي اي ابن عبد شمس ابن عبد مناف الى الاخير يلتقوا مع مين؟ تعال. إيه؟ يلا التقوا بالثالث. بن عبد مناف بن من؟ انشوف انشوف. اي روح روح على جوجل طلع معاويه. يلا راح تجيك المفاجاه. احفظ ابائهم يا سرعه زي النباق بعيد عن عثمان بن عفان. اي سمعتوا جواب اخواني؟ هذا اللي بيدعي انه ولي الدم والان راح يبحث بجوجل وما لاقي. للعلم شوف يا استاذ، للعلم. اسمع 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 معاويه. اسمع معاويه. اسمع 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 انا جاوبك. معاويه. اسمع جواب الشيعه. معاويه بن ابي سفيان بن حرب بن صخر بن اميه. وعثمان بن عفان بن ابي العاص بن اميه يلتقون بالجد الخامس لمعاويه والجد الرابع لعثمان، ويلتقون مع علي بن ابي طالب ايضا بالجد الخامس. اذا علي بن ابي طالب ايضا ولي الدم. يلا مثل معاويه. يلا شلونك الان؟